بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في موضوع حياد النقود والسياسة المالية في الفكر الكلاسيكي، وده هيبقى آخر موضوع عندنا في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. أولا، قانون حياد النقود. عايزين نعرف إيه رأي الفكر الكلاسيكي بالنسبة للنقود، وما هو دور النقود في المجتمع. الكلاسيك كانوا شايفين أن النقود محايدة تماما فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وان النقود لا تؤثر في المتغيرات الحقيقية زي الدخل والتوظف، وقالوا ان النقود ما هي الا مجرد وسيلة فقط لتسهيل التعامل بين الافراد او تسهيل التبادل. فاذا الكلاسيك قالوا ان النقود هي وسيلة وليست غاية. ويرى الكلاسيك ان المستوى العام للاسعار هو دالة في كمية النقود، ويمكن التعبير عن قانون حياد النقود من خلال معادلة أطلق عليها معادلة التبادل لفيشر. والمعادلة دي بتقول إيه؟ إن حاصل ضرب كمية النقود في سرعة دورانها أو سرعة تداولها يساوي حاصل ضرب كمية السلع في أسعارها. والمقصود هنا بسرعة تداول النقود أو سرعة دوران النقود هو عدد مرات انتقال النقود من يد إلى أخرى. لو جينا نعبر عن المعادلة دي بتقول إيه؟ إن أنا لو ضربت كمية النقود في سرعة دوران النقود، ده لازم يتساوى مع كمية السلع في أسعار هذه السلع. وافترض الكلاسيك ما يلي: افترضوا ثبات كلا من سرعة دوران النقود وكمية السلع في المجتمع. افترضوا ان سرعة دوران النقود ثابتة وكمية السلع ثابتة، وتم التوصل لنتيجة مهمة جدا، وهي ان اي تغير في كمية النقود في المجتمع سوف يؤدي إلى تغير الأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه. يعني لو البنك المركزي زود كمية النقود لازم الأسعار تبقى في نفس الاتجاه تزيد، ولازم تكون بنفس النسبة. يعني لو زود كمية النقود بنسبة 50% مثلا، ده هيزود الأسعار بنسبة 50%. ولو حبينا نوضح الكلام ده معناه إن في علاقة طردية بين النقود وبين الأسعار، وممكن توضيحها من خلال الشكل البياني التالي. عندنا هنا الأسعار على المحور الرأسي وكمية النقود على المحور الأفقي. لو جينا بصينا هنا العلاقة الطردية بالشكل ده، لو كانت كمية النقود نون واحد هنجد إن الأسعار سي واحد. لو البنك المركزي زود كمية النقود بنسبة معينة نون اتنين، ده لازم يزود لي الأسعار بنفس النسبة إلى سي اتنين. ويمكن إثبات قانون حياد النقود من خلال حالة عملية هي كالتالي: بافتراض إن أنا نعمل في ظل اقتصاد مغلق، وهذا الاقتصاد يستخدم جميع موارده المتاحة لإنتاج كمية قدرها 500 وحدة، يبقى إذا كمية الإنتاج أو كمية السلع 500 وحدة، وإن كمية النقود 1000 جنيه وسرعة دوران النقود 100 مرة. وبافتراض زيادة كمية النقود المعروضة بنسبة 100%، 100% هي كانت 1000 جنيه، يعني زادت بنسبة 100%، يعني زادت للضعف أصبحت 2000 جنيه. عاوزين نعرف أثر ذلك على الأسعار. ده معناه إن أنا لازم أحسب الأسعار مرة في ضوء كمية النقود الأصلية 1000 جنيه، ومرة في ضوء زيادة النقود بنسبة 100% إلى 2000 جنيه. لو حبينا نشوف الكلام دوت، الأسعار لو جيت أحسبها بضرب كمية النقود في سرعة دورانها على كمية السلع، فكمية النقود عندي 1000 جنيه. لو جيت أحسب الأسعار هيبقى 1000 سرعة الدوران 100 مرة على كمية السلع 500، هتساوي 200 جنيه. طب لو حبينا نحسب الأسعار في ضوء زيادة النقود بنسبة 100%، يعني زادت لألفين جنيه، فهضرب برضو 2000 جنيه اللي هي كمية النقود الجديدة في سرعة دورانها 100 على كمية السلع 500، يساوي 400 جنيه. هنلاحظ الآتي: إن النقود لما زادت بنسبة 50% من 1000 لـ2000، ده زود الأسعار برضو بنفس النسبة 50% من 200 جنيه إلى 400 جنيه، وده بيثبت طبعا قانون حياد النقود. وممكن أعبر عن الكلام دوت بالرسم البياني كما يلي: ادي النقود كانت 1000، الاسعار كانت 200 جنيه، ولما النقود زادت ل 2000 الاسعار زادت بنفس النسبة الى 400 جنيه. الموضوع الثاني في الفكر الكلاسيكي وهو السياسة المالية عند الكلاسيك. يمكن عرض اهم النقاط الخاصة بالنظرية الكلاسيكية كمان. الكلاسيك نادوا بحاجتين في السياسة المالية. قالوا ان السياسة المالية لازم تكون محايدة في كل الانشطة الاقتصادية. بمعنى ايه؟ ان تدخل الدولة يكون غير مؤثر على أنشطة القطاع الخاص. يعني الدولة ما تحاولش تأثر في أنشطة القطاع الخاص حتى لا تحدث إزاحة للقطاع الخاص من السوق. تاني حاجة، الحكومة
او الكلاسيك نادوا بضروره توازن الموازنه العامه سنويا، ان الموازنه لازم كل سنه تكون متساويه، يعني الايرادات العامه تساوي النفقات، لان هم كانوا شايفين ان في عجز، او لو في عجز في الموازنه العامه ده هيعمل مشاكل كتير، هيؤدي الى ان الحكومه هتحاول تمول العجز دوت عن طريق الاقتراض من البنوك، وده هيؤدي لزياده الديون الخارجيه بالاضافه لازاحه القطاع الخاص. تاني حاجه، التوسع في الاقتراض الحكومي هيؤدي لزيادة الأعباء اللي تتحملها الموازنة العامة، مع أن لما بقترض لازم أسدد أقساط لهذه القروض زائد الفوائد، وده هيؤدي لزيادة العجز في الموازنة العامة. برضو عجز الموازنة العامة أو عدم توازنها بيؤدي لحدوث تضخم، لأن الحكومة ممكن تفكر تمول هذا العجز عن طريق إصدار النقود أو طباعة النقود. وأخيرا طبعا، عدم توازن الموازنة أو العجز في الموازنة ممكن يؤدي إلى لجوء الحكومة لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، والضرائب لها تأثير سلبي على الاستثمار، من الممكن أنها تؤدي إلى إزاحة القطاع الخاص من السوق. ولذلك كان الكلاسيك ينادون بضرورة تحقيق التوازن السنوي في الموازنة العامة للدولة، لأن عدم التوازن هيعمل مشاكل اقتصادية كثيرة. وبذلك يبقى احنا خلصنا النظرية الكلاسيكية بالكامل، وخدنا فيها 4 قوانين تشمل قانون سيل الأسواق والتوظف الكامل عند الكلاسيك وسعر الفايدة وقانون حياد النقود، ثم خدنا نبذة عن السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.